يعني أولاً، هل ستستمر الصفقة، صفقة القرن، وهل سيتم تطبيقها؟ أنا بعتقد صفقة القرن ليست جديدة، تطبيقها هو فعلاً أمر قائم وتاريخياً قائم. صفقة القرن جاءت لتكريس الأمر الواقع وتخدم الأجندة الإسرائيلية بشكل كبير، ولكنها سرعت، أولاً سرعت في إنهاء ملفات الحل النهائي، لأن إسرائيل على أرض الواقع هي تسير في بناء المستوطنات، تسير في مصادرة الأراضي الفلسطينية، تسير في تغيير الوضع القائم في القدس. فما يحدث هو تكريس لسيناريو الأمر الواقع وتسريع في هذا السيناريو وشرعنة لهذا السيناريو. فهذا على صعيد الأمر الواقع، بعتقد هو السيناريو الأكثر حضورا ووضوحا ضمن المتغيرات الأخيرة، انهيار المحيط الاستراتيجي العربي، غياب الدول العربية الفاعلة مثل مصر وسوريا والعراق على المشهد، التحولات في الموقف الإسرائيلي، هيمنة اليمين الإسرائيلي، الإدارة الأمريكية اليمينية، الأمر الواقع، الحالة الفلسطينية المتشظية، كثير من الأمور تخدم هذا السيناريو. الدول العربية بالتأكيد لديها عناصر قوة، وتحرك قانوني وسياسي ودبلوماسي تستطيع أن توظفها. المهم طريقة هذا التوظيف والحكمة بتوظيفها بهدف أن نسمع صوتنا للعالم، لا أن نتحدث مع بعضنا البعض وأن نمارس الشعبوية. ليس هذا المطلوب في هذه المرحلة، المطلوب استقطاب العالم بأسره لعدالة قضية. في الواقع لا يوجد، ليس أنه لا يوجد شيء قانوني في صفقة القرن والعناصر التي سمعناها، إنما هي تتعارض معارضة شديدة مع كل مبادئ القانون الدولي. وأولها إنه في مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وهو من المبادئ الذي ساهمت في صياغته الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وهو عدم جواز استيلاء الغير على أي دولة على أراضي الغير بالقوة. الآن حين يعترف ترامب بالاعتراف بالقدس وهي أرض محتلة، وهو صوت على أنها أرض محتلة، والولايات المتحدة ثابتة في تمسكها بأنها أرض محتلة، حين يمنحها للإسرائيليين، هذه في تعارض شديد مع القانون الدولي.